عايز سوبر هيرو مصري يا عم. بنت عادية بنضارة وقميص وساعة وبلوفر جنب الحيط كده غلبانة بشكل كبير قوي قوي اوفر اتشقلب حالة الدنيا بميرو في يوم وليلة بقت سوبر قفلت المنطقة دي خلاص وشكرا جدا دي بأوفر دي خارقة مش مدركة أصلي ومش متفبركة وديها زي المطرقة لو افترت بتكون أوفر انت عادية بنضارة وقميص وساعة وبلوفر جنب الحيط كده غلبانة بشكل كبير أوي أوي أوفر شافها ثور قام خدله في زمانه ساحب اراضيشه كابتن امريكا لقى عركال سانكيو جدا عيشه سوبرمان غار منها طلب يشيله في الموافيشه دي خارقة مش مدركة دي اصلي ومش متفبركة وديها زي المطرقة لو تبقى عندك يا بت 183 سم 193 200 يا معلم 200 احنا والله جايين نشوف طلباتكم ايه يا عمي انا ما عنديش طلبات انا هطلب ايه تاني من ربنا نقرا الفاتحه بقى بس مروان طلع واقع واقع مروان ايه يا ريتو مروان في ايه يا ام جمال داخله في زعبيبك ليه اليابانيه مرات ابنك خدت مني مكنه الخياطه ما ادتنيش ملي ما احمر لحد دلوقتي ليس مي نقود هد هد أخذ كل الأموال أنا أشرف سفون موظف في وزارة الشباب والرياضة والصرف الصحي ويبقى المسدس اللي في جنب حضرتك ده أنا شاغل نفسي بيك ليه الحقني يا هيثم عايزة يا جنى سوري درجة حرارته 39 اتصلت بالدكتور بتاعي ما أنت قتلته ده يا ستي إلكتريك شوك عدلته وخليته أسرع وأقوى بحيث يشك أكتر من الأول ياما على فكرة خطيبك قلقان روحي بقى طمنيه لحسن هيتجنن وشعره نزل وقف حالته بقت نيلة معلش اتصرف اعتذر له بشهاكة هتتجوزيه هتتجوزيه مش هتجوزه هتتجوزيه مش هتجوزه هتتجوزيه مش هتجوزه ألو يا أميرة مبروك ولو إني زعلانة منك كده تعملوها من ورانا انت عرفتي منين يا بنتي ما تصرحيش مع باباكي انت عارفه لو عارف ان انا ماشي معاكي هعمل فيها ايه هنقلب البوفيه ايه كل المسجز دي مين بيبعت لك سوبر ميرو عاوزه تقابلني اوهايو اوهايو يعني صباح الخير صباح الخير سايونارا يعني الى اللقاء الى اللقاء ايه ده ايه السود ده دي قطط بتتجوز ولا ماما جابت ديك روما يا ساتر يا رب دي حالة وفاة استر يا رب شطو شطو يا ماما انتوا بتحضروا ارواح على صباحية ربنا كده لحظات سيداتي وعود اليكن استمروا في التصميع ايه ده وايه الرسمة دي انت هتسرقي البيت ولا انه كورس لغة يابانية كورس لغة يابانية؟ أم الشلبي بتاعت الجرجيرة هتتعلم ياباني هتعمل ايه بالياباني هتمشي تقول اشواوا يا طازة اشواوا يا ورور اه انت بتعلميهم ياباني وهم بيعلموك الراتح
طب وعلى كده بقى بيحاسبوك ازاي؟ ام شلبي دي بتديك حساب الجرجير؟ نعم، فانا اتبع معاهم نظام المقايضه. نظام المقايضه؟ انا قلت برضه دول هيدفعوا منين؟ هم لاقين ياكلوا. استني هنا، ام مديحه الخطبه بتحاسبك ازاي؟ بتجيب لك عرسان؟ لقد عدتني باسورد واي فاي. يا بنت اللعيبه، هو ده الشغل. الله، بقول لك ايه، اتك عليا في الدروس لحد ما تنزل لنا الراوتر هنا، هموت واحمل كل حلقات توم وجيري. اذا فانت سعيد بمشروعي الجديد؟ نيلي، ايه فيلم مافيا اللي انا فيه ده؟ مبروك يا اميره، ربنا يتمم لك بخير انت وليمون. ربنا ينتقم منك يا كلير، متشكره قوي. مبروك يا اميره. الله يحرقك، متشكره قوي. يا قلب الهار، مبروك العروسه الجميله، انا لازم اقطع طيبات على الطينات كله. ربنا يبعتر حروفك اكتر ما هي متبعتره يا فوزي. تسلم. الله يكلمك يا التاتا. ألف 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 مبروك يا مرموري. سبحان الله، انتوا ملامحكوا اتطبعت على بعض وتشيز، بقيتوا شبه بعض جدا. بيقولوا بقى الحب بيسيح الملامح. أنا اللي شكلي هسيح دم حد النهاردة. متشكرة قوي يا كنزوزي، عقبالك. قريب قوي يا حبيبتي إن شاء الله. طب وإيه، حددتوا معاد الفرح ولا لسه؟ لا لا، فرح إيه، أنت فاهم غلط. إيه، هنعملها سكتي ولا إيه؟ لا لا، ما أقصدش، هفهمك بالليل. بالليل؟ بعدين، هفهمك بعدين. شكلها كده بتوزعنا بقى يا مروان. طب يلا إحنا نرجع نكمل شغل. حبوا في بعض بقى، حبوا. تاكلي شوكولاتة كيور؟ كيور؟ يا ربي، هو أنت بقى بتقول كيور والثوت والسور وكده؟ وميوز. دروس ايه؟ يا واحد اوتي، يا ناوي على موت. اهدي يا ماما اهدي، انا كنت عصبي زي كده لحد ما شفت سرعه النت خياليه. اخرس خالص، ما تتكلمش. بتنتي بقولك ايه، انا زي الفريك، ما احب ليش شريك. وراكني ادرس ياباني يا ميس افاف. طب وماله يا حبيبتي الياباني؟ هو انا ما اعرفش ادرس ياباني؟ صغيره انا على الياباني؟ طب اهو اوهايو جوزايو ماسو، ياباني ده ولا مش ياباني؟ ياباني. ايوه كده، تعيد لي. يا ياباني. وماما بتدرس ياباني؟ ما تدرس ليه، دي بتدرس ايطالي وفرنساوي والياباني، يعني اللي هيسالوها على تصاريحه. جرايه وليا انت وهي، يلا اتكلوا على الله، روحوا البيت. يلا يا ام شلبي، يلا يا ام مديحه، انت بتبصلي كده ليه وليا انت؟ على طول قاعده بصلي. يلا روحوا هاتوا عيالكم، العيال اولى بالتعليم يا اختي منك ليها. قال على راي المثل، بعد ما شاب ودوه الكتاب. يلا يا اختي منك ليها، اوعى تنسوا تجيبوا العيال. لقد طردت زبائني، تتكلم يا هدهد. هتكلم طبعا، يعني انت فاكراني هسكت؟ اي نعم، هي امي بس وليها احترامها برضو، بس هتكلم. ده ما يمنعش ان صوت الحق لازم يطلع في البيت ده. بس اعمل حسابك بعد ما اتكلم هنبات بره البيت انا وانتي، دي ست شرانيه وانا عارفها، دي ما بتحبنيش اصلا، بتحب اخويا بس. والله العظيم انا بقالي فتره شاكك ان مرات ابويا اصلا. انا رايي تلم الدور وتشوفي لك شغلانه ثانيه. هتلمي الدور ولا تلمي هدومك انت وهو وتتكلوا على الله بره؟ هتلمي الدور طبعا. هيكون ليها راي تاني ولا ايه؟ بحسب. لمي الدور. لمي الدور. مرعبه قوي. بقول لك ايه، على ما انت تلمي الدور بقى وتلمي الليله اللي انت عاملاها دي، هخش انا غير اللبس بتاع الكشري اللي انت ملبسيه لي ده، والبس حاجه نظيفه عشان رايح مشوار لو تم هيغير حياتنا. تشاو. انا مش عارف هما بيعملوا معاكي كده ليه. ده انت بنت ناس يا ناس. كل ما عمل مشروع يكون بحباتي، لا اعرف ماذا افعل. لا 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 لا، هوشي ايه، كام داون، اهدي خالص، خدي نفس عميق، طلعي. كل مشكله وليها حل يا هوشي، مفيش حاجه. بس هو اختيار خاطئ في حياتك من البدايه يا هوشي. أتقصد هدهد؟ لا، هدهد اختيار خاطئ في حياتنا كلنا من البداية، بس دي حاجة ما احنا ملناش إرادة فيها يعني. أنا بتكلم على الخطأ الأكبر، هو إنكم اتجوزتوا وعشتوا هنا في مصر. لا، النفسية محتاجة اليابان يا موشي، محتاجة إنكم تسافروا بعيد. ولكني أحب مصر. يا ستي مفيش مشكلة، محدش قالك ما تحبيش مصر، أنا كمان بحب مصر جدا لعلمك. بس أقول لك على حاجة، أنتوا ممكن تسافروا اليابان وتبقوا تيجوا هنا في الأجازات،
وحتى لما تيجوا هنا في الاجازات اوعوا تيجوا على القاهره، تعالوا على شرم، تعالوا على مرسى علم، تروحوا تايلاند. ولكن تايلاند ليست في مصر. بس هواها جميل يا هوشي، مصيف رائع تايلاند دي. معك حق يا بوربول، لابد ان نسافر اليابان ونعيش هناك. سافاتف حطحط في الموضوع. بس اوعي تجيبي سيره الهدهد، يعني ان انا اللي قلت لك حاجه عن الموضوع ده. انا عايزه تيجي انك انت اللي بتفتحيه في الموضوع. لا يفتكر مثلا ان انا ان هو مبوظ حياتي او 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 هو مدمر حياتنا كلنا. لا لا خالص، انا يعني عايز الموضوع يجي عادي. ماشي، شكرا لك، انت طيب الكرب يا بربر. بربر 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 مامي تسافروا. يا فعلا احلى فتره في حياه البني ادم هي فتره الخطوبه دي، الواحد فيها ممكن يستمتع بحياته. طب ايه رايك لو تروح تقعد على مكتبك وتستمتع باللحظات الجميله دي؟ لا مكتبي ايه، وانا ما قلتلكيش انا هفضل جنبك هنا. انا ناوي ان انا اتفق مع كلير ان احنا نبدل المكاتب بشويه واشيل البتاعه دي. انا عايزك تفضلي في حضن عينيا. حضن عينيا؟ الله. يلا بقى يا حبيبتي قولي لي هتدلعيني تقولي لي ايه عشان نسجل ارقام بعض على التليفونات والجو الحاجات الحلوه دي. انت تعرفي ان كنزي بتدلع مروان تقول له يا مارو. وهنا ايه ده؟ سوري يا امرايا، انا اسفه قوي نسيت اديكي الشوكولاته. عسل. ها يا حبيبتي هتدلعي ليمون حبيبك تقولي لي يا ايه؟ يا حامد. هقول لك يا حامد. حلوه منك، اي حاجه تيجي منك انت حلوه. يا ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ يا كلبوبه انت. لا كده كتير كده كتير. بص يا بابا انت لازم تفهم بقى. الف مبروك لاجمل عروسين. الحمد لله على السلامه. والله يا اميره يا بنتي معزتك عندي يا جزمه زي معزه كنزي بنتي بالظبط. بس يا خساره مش هقدر امسح بكرامتك الارض زي زمان. بقى لك راجل محترم يتهزق مكانك. قوم يا زباله، قوم مستعجل فوزي جيب لي الشاي. حالا اجيب لك انا الشاي يا فندم. حاضر. متشكر قوي يا مستر حشاد، اول مره حضرتك تقول حاجه تبسطني. ربنا يسعدك يا بنتي، ربنا يسعدكم. استأذنك بقى اروح اهزق الواد ده شويه. براحتك خالص، كانه انا. اتفضل. كل طيبه تاخد لك الاثنين. ايوه يا بابا. يا اميره يا حبيبتي. بص عايزك تيجي تاخدي عمك الدرمالي مكتب المعاشات ورا الجنينه تقبضي له المعاش بتاعه. ما تروح انت يا بابا. لا انا لا يا حبيبتي ما اقدرش اسيب ده، الجنينه مليانه رحلات وريحه الفسيخ قلب الدنيا. حاضر يا بابا انا جايه، او احسن من التلزيق اللي انا فيه ده. باي. اهلا يا هدهد، احنا متاسفين ليك انك انتظرت في القايمه، بس انت عارف طبعا ان في شباب واعد كتير مقدم اختراعاته واحنا بنحاول نساعد الكل. لا انا التاخير مش فارق معايا، كل ده من وقتكم، انتوا الخسرانين وربنا يكون في عونكم. برضه دلوقتي اي حد بقى يجي يغير لك دوايا لمبه ولا جلده حنفيه يقول على نفسه مخترع. والله احنا بنعاني من المشكله دي كتير. شكله فاهم يا دكتور فاروق. طب اتفضل يا هدهد اعرض لنا اختراعك. والله مش عارف ابدا بده ولا ده، انا محتار. ايه ده؟ ده عنده اختراعات كتير. والله انا متفائله بالولد ده. طب اتفضل ورينا. شكرا. بصوا حضراتكم زي ما احنا عارفين العالم كله بيحارب المرض بكل الطرق العلميه المختلفه، لذلك انا اخترعت هذا الجهاز. الجهاز ده بيخليني اتواصل مع الفيروس اللي جوه جسم المريض بمجرد ان المريض بيحط صوابعه الخمسه على جهاز التاتش ده، بيظهر لي على الموبايل عن طريق ابلكيشن كيور شاتنج. ده بيخليني اتكلم مع الفيروس واقدر اخد ودي معاه. وانا اجريت تجربه بالفعل على سمكه فسيخ، وزي ما انتم عارفين سمك الفسيخ ما هو الا سمك بلطي مصاب بالعفن. وكلمت العفن قلت له ايها العفن متى سترحل من جسم تلك السمكه؟ والعفن رد عليك؟ لا هو عمل سين بس لسه ما ردش. طب حضرتك اتفضل وانا معايا ارقامك وهعرض الاختراع على بقيه الاعضاء وهبقى اتصل بيك. لا حضرتك ممكن تديني فرصه ثانيه. انا اسف. معلش فرصه كمان. انا اسف. اتفضل. شكرا. الشاحن العملي. ايه ده شاحن موبايل؟ تقدر تقولي شاحن موبايل، شاحن لابتوب، شاحن اي جهاز كهربائي، بس هو ما بيشتغلش بالكهرباء.
بالطاقه الشمسيه. والله في شباب كتير قوي قدموا نفس الاختراع. لا يا فندم، طاقه شمسيه ايه يعني؟ هو انا انسان بدائي كده؟ ده بالطاقه القمريه يا فندم. الناس كلها دلوقتي بقت حياتهم بالليل، بيقعدوا على الموبايل بالليل، بيقعدوا على اللابتوب بالليل، على التلفزيون بالليل، يفتحوا الثلاجه بالليل يشربوا ميه، فالاستعمال اكتر بالليل، لذلك ما بيشوفوش الشمس. طاقه قمريه؟ طاقه قمريه يا فندم. هيك مستغربه ليه؟ هو مش في يعني طاقه شمسيه يبقى في طاقه قمريه؟ زي ما في لام شمسيه ولام قمريه. طب ولو القمر غاب؟ ما تقوليش كده يا فندم، القمر موجود وسطنا اهو. احرجني يا دكتور فاروق، واخد بالك؟ هو ليه حضرتك ما بتكلميش دكتور فهمي؟ انتوا متخانقين مع بعض قافشين يعني؟ اصل كل كلامك لدكتور فاروق. طب احنا متشكرين قوي وكفايه علينا قوي الاختراعين دول. ليه يا فندم؟ ما القعده حلوه اهو، ابتديت اخد على الدكاتره والدنيا حلوه. اتفضل حضرتك عشان بقيه المتقدمين. هو حضرتك بتكلميني كده ليه؟ ما تقول حاجه يا دكتور فاروق، حضرتك انا اسطوره علميه، انا فز في الكيمياء، انا عامل اختراع خارق الدنيا كلها بتتكلم عنها. هي مين؟ هي مين؟ هي 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 أمي، أمي الذي أنجبت هذا الكيان العلمي الخارق الفذ. طب اتفضل حضرتك وإحنا هنبقى نتصل بيه، وبقى سلم لي على ماما. ماشي يا دكتورة بتاعت العلم، يوصل. ما هو أمثالكم اللي بيخلوا العلماء ينحرفوا. امشي شوية يا عم دعمر، كده هتقبض معاشك الشهر الجاي. معلش يلا. أيوة برافو برافو. يلا يا عم دعمر، مد أبوس إيدك. هانت يا لهوي. طب بقولك يا عم دعمر، اركن بقى في أي حتة كده، لعبلك عشرتين طاولة لأن شكلها على بيات. ربنا ينتقم منك ويحرق دمك يا رشوة. حزبي الله ونعم الوكيل فيك يا رشوة. لا مؤاخذة يا حاج، هو مين رشوان ده اللي عاملين يحاسبينه عليه زمان ولع؟ ده موظف المعاشات اللي بيقبضنا يا بنتي، بس قنبلة غتاتة، لا عنده دم ولا نخوة. ربنا يطمنك يا حاج. زي ما حسبتها بالظبط، النفق حط الخزنة على طول. مش قلت لك يا اب نفق صلاح سالم؟ حط الخزنة وفي المعاد بالظبط. معاد اللي وصلنا فيها فاجر ده، النهار شقشق والموظفين هيغبوا علينا. ما تقلقوش، النهارده كل سنة وانتوا طيبين، عيد الفلاح، الموظفين كلهم اجازة. ايه ده؟ انتوا مين اللي بتعملوا هنا؟ الله يرحمه، ده تلاقيه موظف مجتهد جاي يشوف شغل يوم الاجازة. اتفهم؟ ايه ده؟ انتوا مين اللي بتعملوا ايه هنا؟ الله، هو انتوا كلكم مش حافظين غير الجملة دي بس؟ الله يرحمه، ده برضه مجتهد يا فاجر؟ لا، ده تلاقي واحد من البوفيه جاي يسأل الموظف المجتهد تشرب ايه؟ الظاهر النهاردة الأجازة على حاجة يا فاجر. باين كده. هات الشنيور يا جنهور. ها؟ هات الشنيور. هات الشنيور يا مجلي. اطفحه لو كان معايا. ومجلي ماله؟ انا مديك الشنيور في ايدك. وربك ما حصلش يا فاكر. وربك ما حصل؟ درجات الصرصره تاني يا قد ده. هما شريطين عمي قبل العمليه عشان الترواق. عشان خاطري الشريطين كمان عشان التطبيق. ده انا هطبق دماغك. مش مهم، مش عايز شنيور. هات صباعك، هات صباعك، اتفرج على المعلم وتعلم. يا مسهل يا رب. يلا يلا يا عم درمال، يلا دورنا جه الحمد لله. يلا يا رب. اقعد هنا، اقعد هنا يا عم درمال. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين ايه؟ ما حضرتك احنا في مكتب معاشات، هنكون عايزين ايه؟ عايزين نقبض. براحة عليا شوية يا أنسة، أنا عنيا لحضراتكم، ده أنا تحت أمركم، أنا هنا في خدمتكم اللي تؤمروا بيه. نعم. ايه ده؟ اللي يسمع غير اللي يشوف. ما شاء الله، ده حضرتك طلعت طيب وبشوش قوي. الحمد لله رب العالمين. ازيك يا عم درمالي؟ ايه ده؟ هو حضرتك عارفه؟ يا نهار ابيض، ده عم درمالي بيجي هنا بقاله يجي 20 سنة. ده بيجي هنا من قبل انا ما اتعين. طب الحمد لله، عايزين نقبض بقى المعاش بتاعه.
عينيا الاثنين. استاذنك بس في الاسم الثلاثي. درمالي سعيد الدرمالي. درمالي سعيد الدرمالي للاسف مش موجود. اللي موجود عندي درمالي عيد الدرمالي. تحب تقبضي له؟ لا ما حضرتك ما جاتش على حرف السين يعني حضرتك يعني وبعدين حضرتك بتقول ان انت عارفه بقالك 20 سنه ما جاتش على السين. يا ست الكل انا اعرفه الكمبيوتر ما يعرفوش. بسيطه نعرفهم على بعض. يا كمبيوتر ده عم درمالي. يا عم درمالي ده الكمبيوتر. ها عرفت يا كمبيوتر؟ بيقول لا برضه. حضرتك بتستهزئي بيا يا هانم وانا عشان موظف بسيط تعملي معايا كده؟ ما حضرتك بصراحه المفروض تخدمني يعني وتصحح احداث الكمبيوتر وخلاص. اخدمك يا هانم؟ بسيطه تاهت والاناه. حضرتك هتروحي مجمع التحرير تجيبي لي توقيع من 4 موظفين لا يقل مرتبهم عن 2832 جنيه. هتجي لي بالتوقعات دي اقول لك التوقيع مش باين والنسر ممسوح. هترجعي لهم تاني هتلاقيهم مشوا. هتلاقي تاني وتالت يوم اجازه رسمي. هتضطر تصبري شويه وتروحي لهم المجمع هيقولوا لك عايزين جواب رسمي من المعاشات. هتجي لي اقول لك الصيغه مش موجوده فهبعت الاداره اقول لهم انا عايز الصيغه بتاعت الموضوع ده. الموضوع ده مش هياخد اقل من 10 ايام هخلصه لك هترجعي المجمع تاني. ثانية واحدة هو أنا لسه هروح المجمع تاني؟ حرام عليك حضرتك أنا قربت أولد. طيب ما تسيبك من كل اللي أنا قلته دوت وتفتحي مخك معايا. اظهر وبان بقى يا أستاذ رشوان يا مرتشي يا فاسد. أنت وأمثالك اللي هيبوظوا البلد. إيه دي شوية يا أستاذة هتلم عليا الناس. أنت هتعملي لي فيها سوبر ميرو. انجزي عشان أنجزك. طبعا المفروض دلوقتي أكرمش لك بقى 10 جنيه وأحطها لك بقى في الدرج. اولا هي مش 10 جنيه هي 100 جنيه. ال 10 جنيه دي تديها لسايس تكوني راكنه عربيتك صف تاني ومصره تاخدي المفتاح. انما انا 100 جنيه. ثانيا ما تكرمشيهاش انا ما بحبش الفلوس اللي بتكرمشها. انت هتبعتها لي رصيد على الرقم ده. طب وحضرتك احوله ليه؟ ما اديك ال 100 جنيه وانت تحوله يعني. ما انا لو بعتها هتوصل لي 80 جنيه. انا عاوزك انت اللي تبعتيها عشان تدفعي بالبره الضريبه. خدي يا مرايا مرايا. وحشتيني قوي يا عم درمالي. خلاص بقى انت هتقعد تعيط على الصباع اللي باص. مفك صليبة مفك صليبة. ادي المفك الصليبة. شفطة عصير شفطة عصير. شوية جيل. جيل ليه يا معلم؟ انت هتثبت الخزنة؟ لا هثبت شعري عشان شعري بينزل على عينيا ما بشوفش الخزنة. ماشي يا معلم. مش مهم. هات منديل. منديل. ادي المنديل. طمنا يا فاجر. النبض عالي. نبض ايه اللي عالي يا تغوص؟ الخزنة ليها نبض. أنا بتكلم عن النبض أنا يا فاجر. أنا قلبي بيدق ويرفص خايف لحد يخش يقفشنا. ما تقعدش أنت تنبر وترفص البوليس يجي يقفشنا. يا فرج الله. ايه؟ انا لقيت الشنيور. هات الشنيور يا كرم الله. الحمد لله. امسك يا فاجر. ايه ده مش شنيور يا تغف ده مضرب بيض. يعني انا عملت الاومليت بالشنيور وانا بقول البيض ليه كان طعمه مصدي. الله يخرب بيتك. امسك. طب افتحها ازاي؟ افتحها ازاي؟ الخزنه اتفتحت. اللهم صل على النبي. صباعي ما راحش هدر. الخزنه انفتحت. يعني ايه انفتحت؟ كرامه لصباعك ولا عشان شطرت انا؟ كرامه لصباعك. شطرت. انجز يا فاجر قبل ما نتقفش. على رايك. عد الفلوس يا كرم الله. خد دي حط فيها ميه عشان نعمل فيها تلج. ما كانوش حاطين الفيشه؟ وستين جنيه. امسك دول هات لي علبة سجاير وامسك دول ترجع بلدكم. طب والاربعة جنيه؟ ده حق كوبرا هتاكلوه عليها اكملناها وليا. الله يخرب بيوتكم. هرجع لكوبرا باربعة وستين جنيه. طب خلاص نقول لها 65 جنيه. لا بص يا مجلي احنا ما ينفعش نقول لها 65 ده مبلغ زهاد. لازم نقول لها مبلغ مقنع. انت بتبرر له ايه؟ بتبرر له ايه؟ الله يخرب بيتك. انا بوضح له بس ان العمليه لو رحنا لها قلنا لها الله يرحمك يا سكار.
كان دايما يقول انا محاط بشله متكلفه. اتفاو انيسه لو سمحتي ما تصدعنيش، ورايا ناس تانية. خلصت وندب يا استاذ رشوان، انا بعت لحضرتك 100 جنيه على رقم تليفونك. وده ينفع يتقال كده في اللونج؟ ده انت غريب. هما اتفضل يا سيدي، وادي معاش بابي. مش هتشوف البطاقه يا راجل؟ الدار امان. سلم لي على بابي جدا وقول له يا زين مربين وبص لي اشراقك. على فكره بقى انت راجل استغلالي وفاسد، وانا عايز اشتكيك. لا انا عينيا. اتفضلي يا فندم الشكوى ايه؟ اكتبي اللي انت عايزاه، حقك. لا ده انت مش خايف بقى. اوكي الاستاذ رشوان طلب. لا رشوان كده ده فيجي 14 رشوان عشان ما حدش يتظلم. مش تقولي لي الثلاثي ايه؟ طيب حضرتك اسمك ايه معلش؟ الثلاثي رشوان لؤي احمد. هايل. استاذ رشوان لؤي احمد طلب مني رشوه. مبسوط؟ مبسوط قوي. اتفضلي يا فندم احطيها في صندوق الشكاوي، بس حطي معاها 50 جنيه. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ده صندوق شكاوي وتبرعات في نفس الوقت. والله ماشي. تسلم لي ايديكي. حاضر يا ستي، اما نشوف بقى صندوق الشكاوي. ثانيه واحده، هو حضرتك تعمل ايه؟ ما انا هنا موظف لده وموظف شكاوي في نفس الوقت الاثنين. الاستاذ رشوان مرتين. الشكوى بتاعتك بتهلك بالضحك. لا ده استفزاز بقى. حضرتك انا عايزه اقابل المدير. عينيا بس كده. المدير، المدير لو سمحت. اغمريني يا هانم. انا المدير. طب خلاص بقى فاجر، يعني طالما العمليه ناشفه كده يعني رايي ان احنا ناخد بعضنا والنفق اللي جابنا يرجعنا ونبقى نيجي يوم تاني. سجاير تقبض يا ابني، ما ينفعش اتقطع من هنا من غير فلوس. اقول لكم تعالوا نثبت الموظفين اللي بره دول وناخد منهم فلوس. لازم ارجع اللي كبرى بالفلوس. يلا بينا. ثواني بس، احنا هنطلع بوشوشنا كده عادي؟ انتوا حظكم من السما. انا معايا شراب البت اماني مدافع. امسك يا فاجر، امسك يا مجلي. ايه ده؟ هي البت اماني مدافع كانت بثلاث رجول؟ لا ما هي كانت جايبه معاها البت هناء توابع. وهناء توابع برجل واحده؟ لا ما هي البت هناء توابع على المزلقان رجليها اتزنقت. احنا هنقعد نهد في رجول النسوان وننسى احنا جايين عشان ايه؟ يلا بينا يا فاجر، عايزين نشتغل. يا لسه انا ما بتهددش. اعلى ما في خيرك اركبيه انت وعم كراميلا اللي معاه كده. اقسم بالله لو هيك ممكن اعمل فيك ايه؟ طب انا هجيب لك سوبر ميو. يلا يلا يا عم درمالي قوم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل. اسمك مكانك انت وهو صدق مسلح سرقه من الكرام. اسمك مكانك. اسمك.